قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في كلمته الأسبوعية وبعد سؤال أحد الصحفيين له بشأن تصريحه السابق والذي أثار جدلاً بخصوص قدوم المخدرات من الأرجنتين، قال إن هذه المعلومات مؤكدة وفق تقارير أعطيت له، وأصر على أن المخدرات تأتي من الأرجنتين. دعونا نشاهد. دولة رئيس الوزراء في تصريحك الأسبوع الماضي حول قضية المخدرات ودخولها للبلد والدولة المعينة التي قلت إن الأرجنتين مصدر تلك المخدرات، هذا الكلام أثار كثير من الحديث في الأوساط الشعبية في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني سؤالي هنا، دولة رئيس الوزراء قصد الأرجنتين بعينها مصدر تلك المخدرات أم إن التعبير خانة وهناك دولة أخرى، مع العلم أن أغلب عصابات المخدرات اليوم يلقى القبض عليها تحديدا في منفذ الشلامشة الحدود؟ أنا أستند إلى تقارير حقيقة، لا أعتمد على ما يعني يروج ويقال. المخدرات من الأرجنتين وإرسال عبر سوريا إلى العراق مخدرات تتعلق بالهيروين، ولدينا صور ولدينا إلقاءات قبض، رجال نساء، شبكة متكاملة تعمل في أنحاء العراق. عندما أعلنت عن ذلك لأنني تلقيت تقارير مخيفة في هذا الموضوع. هذا لا يعالج كل موضوع المخدرات، هذا يعالج خط جديد، وكنت أتكلم في مسألة الفساد إذا تتذكرون. فهذا خط حقيقي لا يوجد له كما يتصور البعض، لأن الآن كل شيء نتكلم عنه، كل إنسان من موقع السياسي، موقع الفكري، انتماء أحيانا القومي أو المذهبي، يتخذ موقف مباشر، يعتقد أن دائما هناك فرد شيء مضموم وراء الكلام، وهذا شيء طبيعي في كل المجتمعات موجودة. لكن حقيقة هذا الملف في مسألة المخدرات، لأن تلقينا تقارير موثقة بالصور وبالإحداثيات عن خط متكامل يأتي فعلا من الأرجنتين إلى أرسال، وذكرت أنا هذا الشيء.